مشاهدي الوطنية الثانية، أهلا وسهلا مرحبا بكم. كل أسبوع نتقابل على الوطنية الثانية في برنامج الكواليس، ومن أسبوع إلى آخر تختلف الضيوف ولكن يبقى المضمون واحد، اللي هما نجومنا اللي عندهم ديما جديد. وأكيد في كل مرة نستقبل فيها الضيوف إلا ويكونوا معاهم عديد الأخبار، وأكيد النجوم التونسي يبحث عن الأخبار وعن النجوم وعلى آخر حواراتهم باش يحكيونا على طلتهم في تونس ولا خارج حدود الوطن. اليوم نجمتنا هي نجمة تونسية كانت تعيش خارج حدود الوطن ولكن رجعت من جديد إلى تونس، وين ما أكدت أن هي ممثلة متميزة بجمالها وأناقتها وحضورها ما بين مسلسل الأكابر وما بين سيت كوم الحاجة ما طلت على الجمهور التونسي. وأكيد أنه عديد الأدوار والمنتجين والمخرجين باش يكون عندهم اليوم نجمة ينجموا يعملوا عليها، لأنه الجمال والثقة وكذلك الحضور الكبير برشا. وكيف ما نعرفوا أنه النجم بالموهبة بركة ما ينجمش يكون نجم كبير برشا، ولكن أكيد باش يعززها بالدراسة. وأكيد أنه باش نقولوا أهلا وسهلا بالنجمة التونسية الممثلة منال حمروني. أهلا وسهلا بك. يعيشك. ميرسي نعيمة، يعطيك الصحة في المقدمة الحلوة هذه. يعيشك. ويشرفني باش نكون معك في البرنامج اليوم، برنامج كواليس. يعيشك، مرحبا بك. يعيشك. أولا خلينا نحكيو شوية على جي سي سي. أي باهي جي سي سي يحرك. الجو أي يحرك برشا، وأون بليس أمبيونس ياسر عجبتني. أنا حضرت عام الأول وحضرت السنة، جيت سبيسيالمون السنة للجو سيرتو في سونتر فيل شارع حبيب بورقيبة، من الناس اللي من الثقافة من الناس الموهوبين الكل تلقاهم في شارع حبيب بورقيبة، اللي يغني واللي يشطح واللي برشا مواهب متنوعة موجودة. في ندخلوا لوتيل أفريكا تتعرف على برشا مخرجين، تعرف على برشا ممثلين مسرحيين. هذا النطاق هذايا ياسر سي تخي امبورتون في بلادنا، هو باش يكون اجتماعيا واقتصاديا وحتى سياحيا. دخل لنا السياحة شوية البلاد كمهرجان السينما حتى يعمل حركية ثقافية. لا عمل حركية السنة، عمل حركية كبيرة برشا في الدورة 28 المهرجان السينما. ياسر لمتنا كانت حلوة. بون مازالت غوديكا باش تكون الكلوتور. بالنسبة كمان الحمروني في الـ في الـ في الدومين التمثيل ما يعرفوهش برشا، تعرفوا عليا غاديكا وتعرفت على برشا ما كنتش نعرفهم، وكانت لي الفرصة هذه باش نعرفهم في المهرجان هذا. اكيد التعارف منال، لانه انت كنت خارج حدود الوطن، كنت تكمل دراستك في لندن، هذيك علاش انت شويه تاخرت حتى النجوميه نتاعك في تونس. ربما كان قعدت شويه في تونس راك عندك برشا اعمال ولكن الدراسه زاد راه حاجه باهيه للفنان. صحيح معك في الحكايه. انا من الاول بديت انا كتمثيل، عملت كفيغورونت مع نوري مزيد في البوبي دارجيل. من بعد عملت في وزير عايده ابو بكر مع روف كوكا. من بعد قعدت في المنكينه وخرجت لبرا وكملت المنكينه. حلوه هي، حلوه موهبتي كانت حلوه. اما من بعد اكثر بديت نتعلق بالتمثيل اكثر. عجبتني فكره التمثيل، نقول انا ما عنديش معناها كازين ولا بوتي باش نطلع شيخ بوديوم ونلبس لبسه حاجه تشرفني، لبس بلادي اللي انا عملت برشا ديفيليات بلابي تراديسيونيل في العالم الاجمع، ما خليناش بلاد ما مشينا لهاش مع لوفيس دو توريزم. بعدين قلت لازمني نحب ندخل من باب كبير وباهي. دخلت سألت على المدارس اللي مختصة في التمثيل وتقري في المسرح، ومشيت قدمت والحمد لله توفقت واختاروني، وكانت لي تجربة حلوة برشا. من بعدها حتى اللي قروا فيا تيتشر يقولوا لي انت ممثله رائعه. بزيد لوج على ادوار وخدم بدلوج. فوالا. بعد زيد كان اتصال علاقتي به مديح بالعيد، خدمت معاه دي سبوت ببليسيتير قبل، وقعدنا نحكي وقال لي راه عندي دور حلو ليك، اش قولك؟ قلت له انا نهبط لتونس نتقابلوا افيك ان غون بليزير. وجات الفرصه نتاع الاكابر، مسلسل الاكابر اللي تعرض على الحنبعل، والحمد لله سافا سيتي تخي تخي بيان، وان شاء الله يتعاود الفيلم بين السنة. ومن بعد اكتشفناك في دار كوميديا، حتى انت اكتشفت روحك يا بنات. انا عندي لأنه شويه كوتير انت. اما فجرها فيك الحجامه، انه الحجامه عطاك كوتي اخر في التمثيل. كوتي اخر اللي هو مع زياد لي تايم، معطاني الثقه هذه، قال لي مني لو عندي بروجي. ما خفتش؟ انا انت كنت في حاجه اخرى راه في الاكيب. انا هكاك انا بطبيعتي هكا شويه بليده شويه ونضحك شويه، وصحابي ديما يقعدوا ميتين بالضحك. ما خفتش خاطر
عمل زياد معناها جون وكيفنا معتني ثقه في روحي وانا زيدا معناتها ناس نعرفهم الكل وجو حتى في التغناج وفي الكواليس والناس ياسر عجبني تاع شويه كوميدي شويه هكا تناقض طفله في حومه عربي اتيديون طايح براجل كبير لفعه منها شويه الكوتي يقعد شويه الكوتي هذيك الفوعيه نتاع مانيل لما تاعت مش كشخصيتي معناها في الادوار اللي عملتهم ياسر عجبني ان شاء الله نتوفق ان شاء الله باش يكون هجمه دو ويكون الدور اكثر من عام ناوي. اليوم منال تطمح اكثر لاثبات ذاتك في الدراما اللي فيها تقمة الشخصيه مهمه برشا والا في الكوتي الاخر اللي انت زاد عم حقك انك تبرزه اللي هو الكوتي اللي فيك شويه مختفي يتظهر هكا سخيكتا فما ضحكه فما العفويه. فما العفويه برشا عباد يقولوا لي منال احنا كنا ماخذين عليك فكره اخرى. انا انت نقول لهم ليزابارون سون ترومبوز معناتها اللي يعرفني واللي يدخل كافي في حياتي من اصحابي يعرف منال جوست العباد اللي ما يعرفونيش البرا ولا ساعات نشوف دي كومنتير ما يعرفوش منال لما يحكوا عليا بالخايب نقول لهم تو تعرفوا على منال اكثر وتحبوها. اليوم فما حاجه نحب نقولها لبرشا ناس اللي يدخلوا ويكتبوا على العباد يتفرجوا فيهم كيف يتصور بربي راهو فما عائلات وفما امك وفما ابوك فما عائلتك اللي تعبوا عليك باش قراوك وفما انت مستقبلك تجي تكتب عليهم التصويره والا من هكا انت ما تعرفهاش معناها شخصيا معناتها ممثلة ولا جيني جيتني انفيتاسيون في التيلي ولا حطوا لي تصوير تلقى كلام بون ما نحبش ندخل فيه انا تجهدت جبدت اما ما يعرفوش منال يعرف منال يولي يحبها برشا ولا ما تحكموش هكاكا ما تحكموش على حد ما حتى اللي يعرفوا هما ياسر متجرئين على الفيسبوك الجرأة اقتحموا كل الوسائل ولات حرية التعبير على الاخر عاد فاتوا حرية التعبير اذا ماش حرية التعبير منال اليوم تعتبر اللي فما برشا مخرجين ظلموك ما عطاكش ادوار في السنوات هذوما اللي انت رجعت فيهم لتونس ما انتبهوش لموهبتك لانه نحن ديما مقاييسنا انك تكون تمثل وقاريه انت عندك حاجتين اللي موجودين الى جانب الجمال اللي هو مطلوب زاد العين تتفرج زاد في المسلسلات وعديد النجمات اللي ياخذوا اي عديد النجمات اللي كانوا هما ملكه جمال كما نادين جاي محاولوهم الى نجوم اليوم المسلسل صحيح. يعتمد على نادين وعلى غيرها من الفنانات اللبنانيات اللي هما كانوا ملكات الجمال لبنان واليوم ممثلات معروفات ولا حتى في مصر راهو صحيح ان شاء الله يوصلوا في تونس يعطيوا شويه للجمال زاده واكيد الموهبه تغلب الجمال يكون واحد موهوب لكن انت قاريه زاده تمثيل انا قاريه تمثيل وقاريه مسرح وهذه حاجه اللي انا فرحانه بها برشا معناها باش ما يقولوش دخلت بالبوتين تاعها ولا خطرها من كان جيت تمثل انا بالعكس انا طموحه جدا وبرشا وعود جاتني صحيح برشا فرص كانتني باش نكون في رمضان السنه متواجده لكن منال حمروني ما يعرفوش برشا عبيد ربما المخرجين خافوا من الريسك يمكن يخافوا من الريسك يقول لك انا عندي مسلسل بركه ما ريسكيش باش نجيب ناس ماهوش معروفين برشا في تونس خلينا نعطي النجوم في تونس يحبوا يخدموا جروبات كجروبات انا وياك والجروب اللي مع بعضنا وفلانه خدمت معانا في الفيلم اللي فات نجيبوها ما عندهمش باش يحطوا ليه بالعكس هذه تنجم تدور تأدي دور حلو عندها مواهب المخرجين هوني مقلين شويه في الممثل اللي ما فماش زاده برشا ما فماش وجوه جديده كاهم نتعاملوا على ممثلين كبار برشا عندنا من قبل يعني انا كنت صغيره ونتفرج فيهم شكون اللي شرفش نخدم معاهم جاوني فرص تاع كاستينغ ومشيت وتقبلت ومن بعد ما فماش من الحمروني بوان دانتوغاسيون علاش خاطر يجيبوا ممثله كنت خادمه معاهم قبل بالنسبه لي انا نقول راني متواجده في تونس ويكون شرفش نخدم في بلادي اول حاجه وموهبتي تكون في بلادي واكيد مانيش باش من داور ولا زوز ما كانوليش نقول اللي جاي احسن واللي جاي خير وان شاء الله نتوفق في الادوار الجايه هذيك علاش باش نحكي توا فما برشا ادوار خارج تونس كان عندي خارج تونس ادوار زاده كيف كيف اما باش نقول فما ما نعرفش كيفاش نحكي فيها ولا لا صحيح كانوا عندي ادوار اول حاجه كان عندي في المسلسل الاوركيديا كان عندي دور اساسي فيه من بعد كيف مشاو صوروا في رومانيا وانا حتى العقد معناها ممضي العقد وكل شيء اما من بعد حاتم علي كيف مشاو شاف الديكور ما ساعدوش الماديات ما ساعدهمش باش يصوروا السين هذيك اللي كنت فيها والمجموعه من الممثلين دونك كيف جاوا تونس صوروا حاجه اخرى كانوا كاتبينها ودوري تنحى نورمال مش كاتب والله ما كانتش كاتبه دوري كان مع زيدا كيف كيف في فيلم مصري وعود ومن بعد
من بعد ما توفقش ما نعرفش باش يخدموا باش يخدموا مع حد اخر زيد كيف كيف ما نقولش مع هو ولا مع غيره راني مانيش باش نقعد ونستنى راني ديما نحرك على روحي ومازلت نقرا وباش نتعدى الليفلز قاعده نقرا فيهم وكان ما توفقتش في بلادي اكيد باش نرجع على لندرا واكيد باش نرجع لدول عربيه اخرين وديما يبقى الطموح واكيد انه اليوم المنتجين والمخرجين التوانسه والعرب اللي يتفرجوا فينا اكيد انه منال تسحق فرصتها زاده لانه الموهبه موجوده والدراسه موجوده اكيد انه زاده لازمنا وجوه اليوم نعولوا عليها في المستقبل كما كان عندنا وجوه برشا مسرحيه وفنيه وعطاوا الادوار والمشعل وخدموا بجنب الممثلين الكبار باش اليوم لقينا عندنا جي زاده من الممثلين وحتى السينما يلزم تاخذ فرصتك منال حتى فيها حتى السينما ناخذ فرصتي حتى ولو اعداد الافلام نتاعنا شويه ولكن ميساج نقسموهم على الممثلين اللي عندنا حتى من بعد يكون عندنا كم كبير من النجوميه مش كيما اليوم في مهرجان ايام قرطاج سينما أيام ما فماش نجوم وناس الكل تقول لك ما عندناش نجوم أي. لا صحيح انا بالنسبه لي انا في المسلسلات يعطيو كما كسامي الفهري يشجع الوجه الجديد يشجع بالنسبه الاخرين ماذا بهم ياخذوا حتى التلفزه التونسيه برشا النجوم تقريبا كي تتفرج في حتى برشا التلفزه انا كي تفرج في التلفزه التونسيه نعمل بونكيف على خاطر الراجل جيل هذا الكل من النجوم اللي اليوم في تونس نشوفهم احلام كي كانوا صغار في المسلسلات نتاعنا صحيح انا علاش جبت الموضوع هذا خاطر كاني عامله فيلم مع نعيم بن رحومه مسلسل مع نعيم بن رحومه واللي هو على الوطنيه وانا زدت شجعت اكثر معناتها دوامه من بعد من الحمروني ماهيش موجوده ان شاء الله السنه تكون موجوده على الوطنيه لان نعرف الحرقه الكبيره انه اي ممثل يحب يكون في الوطنيه وهذا يشرفنا ويشرفوا علاش انا اللي ديفيلي الكل عديتهم هنا في الوطنيه معناها تعرفت كمن الحمروني كعرضت ازياء في الوطنيه صحيح ما كانوش موجودين الشين الاخرين صحيح دونك فوالا ان شاء الله مره ان شاء الله ان شاء الله في رمضان السنه يكون عندك على الاقل معنا عمل او اثنين لانه تستحق انه التلفزه الوطنيه وانت تكون موجوده انا تلم الشعب التونسي كله وتلم الممثلين التونسي الكل لبسه تقليديه لبسه حبيت اليوم انك تظهر باللوك التونسي اكيد احنا عندنا برشا في الجاليه نتاعنا يتبعوا الوطنيه منهم اختي تعيش في بغدو منهم برشا اصحابي انا ديما نتفرج نحط الوطنيه نتفرج على البلد وقلت لازمني نلبس حاجه تونسيه اللي هي من عند نجلي فيوليت ومن عند والميك اب نتاعها ديما تخرجني ديفرنت ستايل فيوليت نقولها ميرسي بوكو نجلي فيوليت واكيد باش نقولوا على البوتي وشويه لازم المنكان كممثله تتلهي شويه بالبشره نتاعها مهم اليوم انه صحيح خاطر برشا يقول لك ليه برشا كثروا من عمليات التجميل حتى ولاو معناها يتحركوا كانش بالمجاملين وعمليات التجميل بالعكس قلبت لهم وجوههم نحن المراه لازم تتلهي بالبوتي نتاعها شويه يعني مع عمليات التجميل احنا مانيش كيما اللبنانيات كي باش تعمل انت دي فيتامين في البشره نتاعك باش تحسن شويه من لي غيد دي كريم انا ننصحكم ميجر نجنف اللي هي طبيبه ممتازه جدا معناها مش كان لكن العملية التجميل اللي يعملوا فيه بالعكس هذوما دي فيتامين يتحطوا في البشره ويعطيك بون مين ويخلي وجهك ديما مش تعب سورتو لي ساغن معناها فما عندنا العلم تطور هوني وهي هجر نجف طياره على الاخر نحييها بالمناسبه ان شاء الله علاش ليه لانه احنا كيما نشجعوا اللبسه التقليديه كيما نشجعوا المجملين نتاعنا كيما نشجعوا المنتجين نتاعنا في السينما في المسرح في كل شيء لانه بالنهايه نحن الكل نخدموا في صوره واحده أكيد. اللي هي صوره تونس لانه اليوم ماكش محتاجه انت باش تمشي لبنان والا تمشي معاش لان بلاد باش تعمل هذه الكل وصحيح انه اللبسه التقليديه ياسر مزيانه ومن حقنا احنا انه الممثلين المعدين المنتجين الناس كلها تدافع عليها لانه يعني كيما نتسوقوا لتصوير تونس ويجيو للبحر نتاعنا انا نفرح وقت اللي كيما نراه في اي بلاد من العالم بدربهم تاع تونس نحب يعرضوني عباد لابسين حاجه لبسه تونسيه لانه حاجه تفرحنا فما برشا ناس راهو ياكلوا منها في الخبز وفما وزاره السياحه تدافع عليها قبل كنا نسافروا برشا في اللي ديفيلي ونعرفوا باللبيد تراديسيونيل حتى التو المره الاخرى كانت معايا سونيا بن خليل وحاجه مهمه برشا انها هزت لبسه نتاعها وقاعده تعمل في تورني كبير في العالم العربي الكل وفي اوروبا حتى توصل اللبسه التونسيه منال اهلا وسهلا بك نتمنى لك النجاح والتوفيق وان شاء الله نستدعك مره اخرى ويكون عندك رول معنا شكرا لك على الحضور مواصلين معكم من المشوار كما حكيت منال على ايام قرطاج السينمائيه احنا مشينا فريق كواليس ولكن ما مشيناش للعروض السينمائيه ومشينا لكن لميت هذيك اللي يكون فيها الانتاج والمنتجين كيفاش تتم العمليه كيفاش يكونوا قاعدين وين يمشيوا لانهم هذيك الكواليس اكيد انه الافلام اللي تشوفوها من بعد ربما تنطلق من القعدات ومن الجلسات الفنيه اللي تكون موجوده في احدى النزل في العاصمه. We'll be right back.
والله جو السينما حلو، هذا عرس سينما، حفلة كبيرة، أيام قطر السينمائية السنة، ويظهر لي دورة ناجحة بصفة متميزة. أنا كنت حاضر في حفل الافتتاح، كان حفل حلو، والحق نحيي كل المجهود اللي صار، لأنه معناتها حسينا رواحنا نحن يعني ناس السينما اللي عنا الأهمية والأولوية اللي ممكن نستحقوها الكل في عرس السينما اللي هو أيام قطر السينمائية. من بعد الحق كنت فخور برشا، لأنه الفيلم اللي انتجته اللي هو كتاب على الثلج، فيلم لرشيد مشاراوي، يكون فيلم الافتتاح، لأنه أنا الحق مش تجربة الأولى مع رشيد مشاراوي، هذا الفيلم الروائي الثالث بعد العديد من الأفلام الوثائقية اللي عملناها مع بعضنا، وهذا الفيلم الأولاني اللي هو الموضوع متاعه والقصة متاعه هي تصير في غزة، ولكن صورناها في تونس، صورناها في طبرقة في ولاية جندوبة. والحق باش يكون العرض العالمي الأول متاعه في عام قطر السينمائية، الحق أنا حركت لي برشا حاجات، معناتها أكثر من العادة. والله أنا بالحق كل عام هكا نحضر للجسيسي، بالحق فرصة باش تتفرج على أفلام تونسية، باش تشوف مخرجين، باش تشوف ممثلين، باش تتعرف حتى العبيد اللي ما نعرفهمش، ولا تجيك الفرص من هوني بالحق. سي بيان، معناتها فرحانه اللي انا هوني ديما من غير انفيتاسيون، راه لا بادج لحد شيء، اش قاولك معناتها؟ عاد انت بنت المهرجان. انا بنت المهرجان. نحب نعمل دور، يعطيوني دور هكا نتاع الطفله العصاميه كلي ستيل. فما دور يعجبني عملته قبل عايشه عطيه نتاع في نجوم الليل. نحب نعمل حاجه هكا معناتها. أنا بالنسبة لي أنا العروض نتاع أفلام اللي كانت في أيام قطر السينمائية، منهم أول فيلم اللي أنا انتجته اللي كان عيد ميلاد ليلى عام 2008، اللي تحصل على التانيث الفضي وتحصل على جائزة أحسن ممثل لمحمد بكري. من بعد الآخر فيلم اللي هو كتابة اللي هو أخبار كتاب على الثلج السنامي، هو عم ناول زينب تكره الثلج، اللي تحصل على التانيث الذهبي. فهمني ديما العروض نتاع الافلام في ايام قطر السينمائيه اهم عروض بالحق، ما هذا مش خاطر تونسي فقط، ولكن ممكن خاطرني تونسي زيادة، اكيد تونسي راني فهمني حق، معناتها هوني والجمهور نتاع ايام قطر السينمائيه حاجه ماجيك، معناتها فريمون. الهدف نتاعي هو الفيلم يتوزع في اكثر بلدان ممكنه، وكل فيلم معناتها هذاك علاش نحن نعملوا معناتها شراكة في الإنتاج مفتوحة على العديد من البلدان، لأنه اللي يقول شراكة في الإنتاج يقول شراكة في التوزيع. وبالنسبة لنا نحن معناتها مهم أكيد باش نعرضوا أفلامنا في بلادنا وفي منطقتنا، ولكن مهم جدا كونه الأفلام تعرض في مهرجانات دولية أجنبية، ويعني يكون تكون موزعة في بلدان أخرى. فوالا دونك معناتها كيما قلت شعور معناتها خاص جدا كيف الافلام تعرض في تونس. انا فرحان برشا اللي عندي ثلاثة افلام بالحق، ثلاثة افلام روائيه طويله برشا يحسدوك راه شفتوش البوا. لا والله ما نعرفش كان فما توا حسد ومش حسد، ما يظهر لي لا حتى البرا ما يظهر لي معناتها السينمائيين وكل معناتها لي كوليك فهمني، واحد نفهموا بعضنا ونقدروا المجهود اللي وراء كل فيلم، وخصوصا يكون فيلم تونسي. وانا معناتها اي ثلاثة افلام صحيح، معناتها كتاب على الثلج، فيلم الافتتاح لرشيد مشاراوي، فيلم حب الرجال لمهدي بن عطيه كان في سيكسيون بانوراما نتاع السينما التونسيه، وفيلم بيان سور على كف عفريت لكوثر برنانيه اللي كان في مهرجان كان، واللي نهار الاربعاء انا توا قلبي دق معناتها كي نخمم على نهار الاربعاء كيفاش باش يكون اللقاء مع الجمهور التونسي، لانه اول مره معناتها الفيلم باش يتعرض للجمهور التونسي وجمهور عربي بصفه عامه، والفيلم باش يخرج في القاعات مباشره بعد ايام قطر السينمائيه نهار 12 نوفمبر. الحق معناتها برشا شعور وبرشا احساس،
وان شاء الله الفيلم يعجب، فيلم جريء جدا، وانا فخور جدا لانه الموضوع والتعامل مع المؤسسات الوطنيه ومع الشرطه بصفه خاصه وحريه التعبير اللي نجموا اليوم معناتها نقولوها اللي فما في تونس، اللي انا متاكد اللي تونس هي البلد العربي الوحيد اللي نجموا نحكيوا على مؤسساتنا معناتها ونجموا ننتقدوها بصفه موضوعيه يظهر لي. برافو ياسمين ومرحبا بيك، ما تنجمش تكون بحذيه الا وتقدم روحك وتقدم تحيتك للجمهور التونسي بالكمانجه نتاعك. عايشك. شنو احوالك؟ لاباس. عايشك وانتي؟ في فورمه. في فورمه، ديما في فورمه. الحمد لله يا ربي. اوبليجي. اوبليجي. عندنا نهارين جينا من لندن، شنو كان؟ خلينا نبدا من الحدث الجديد. بيان سور. دونك حتى الكمانجه مزت بالتيكي نتاع المطار. مشيت عملت حاجتين، اول حاجه اللي عملتها حبيت ناخذ دي كور نتاع لا ميوزيك انديان افيك اون فيولونيست انديان اللي اكسبسيونيل معروفه برشا. يا اخي حبيت نتعلم حاجه جديده، خاطر ديما نقولها سور سين و دون دي انترفيو ان جامي ترو تار، ما نحبش العباد يقولوا اي ياسمين خاطر ديجا وصلت شويه وعملت برشا كونسيرات اللي ماهيش باش تعمل حاجه جديده ولا ما تنجمش تعلم حاجه جديده. يا اخي قلت خليني نعمل حاجه فوالا لا ميوزيك انديان و جو فوا كومون ميتر سيت ميوزيك لا دون ما ميوزيك. يعني موسيقتنا التونسيه بالموسيقى الهنديه. افيك ان بو دو تكنيك، خاطر عندهم تكنيك ولي سون تري ديفيرون مش كيما احنا. شو التكنيك ديفيرون علينا؟ ما نجمش نوريك توا خاطر مازال تشوف. ما خليني هكا انا نتاع جماد قوي يساعدك توا توا. قرات ناري قلت لها توا. اللي عملت كان دو كور هكا هاو معناتها قعدت اربع ايام. دونك ان شاء الله شهر اخر تو نبدا نحط بشويه بشويه موسيقتهم في موسيقتنا هكاك. وحاجه اخرى عندي ان بروجي جديد افيك ان بيت بوكسور. معروف هو على الاخر اسمه ذا بيت بوكس ان انجلي، يدور في العالم كامل وكان تمشي تشوف على يوتيوب الى دي مليون دي مليون دي فيو. دونك يخدم افيك ان لوبر، دونك وقت اللي يعزف تقول اوركستر يعمل ذا بيت ويعمل الباس ويغني ويعمل بارتي نتاع جيتار، يعمل كل شيء فرد وقت و سي اكسلون. يا اخي قلت علاش ما نعملوش ان جو كولابوراسيون مع بعضنا فو فيغ ان بروجي جديد. انت بالموسيقى التونسيه هو بالموسيقى نتاعو ولا نمشي معاه في نفس اللي هو يعمل فيه؟ احنا قاعدين نعملوا سا ديبون، خاطر انا مانيش قاعد نخمم في المقامات التونسيه، انا نخمم في لي سون. دونك باغ اكزومبل وقت اللي تعزف ان سون كي بلوس un son qui est plus flûté ou quoi là, je vois que c'est beaucoup plus arabe que un truc classique. Donc ana qad nkhamm hakeka fi les sonorités mouch ala les gammes mouch ala les gammes.
ياسمين كانت لك بصمة حلوة برشا في مهرجان قرطاج الصناعي. عايشة فابولوس. اللي هو عرض خذينا من الموسيقى الكلاسيكية إلى الموسيقى اللي تعمل سبيكتاكل كامل، فيه الرقص، فيه الموسيقى، فيه كل شيء. إيه. يظهر لي انطلاقة أخرى ورؤية أخرى للموسيقى حطيتها. سورتو لي جون اللي كيفك اللي عملوا عليهم في مهرجان قرطاج واللي كسبوا الرهان. انا حبيت نعمل الكونسير اون دو بارتي، دونك بروميير بارتي عملتها الموسيقى معناتها بيان سور نتاعي انا، والموسيقى التونسيه رو ارانجي رو فيزيتي افيك ان اوركستر كي ماريتها افيك، ودخلنا دي لوميير دي جو دو دي ايماج وكل شيء. ودوزيام بارتي كي ماريتها سيتي الالبوم فابولوس اللي صدر وقتها قبل بنهارين من المهرجان. فوالا دونك انا ما خممتش كيما حبيت نعمل كونسير كيما الكونسيرات اخرين، انا حبيت كلاسيك. نعمل ان شو ان فري شو واحد يمشي غاديكا ميم سي ما عجبوش الغنيه هذاك سبيسيفيكمون يقول ما حلا الشو لي لوميير، فهمتي؟ حبيت نعمل كيما اونيفير جديد. ناويه تعاود التجربه؟ بيان سور. كيفاش؟ شكون بنفس الطريقه والا عندك شو اخر في مخك؟ عندي ديما عندي شو اخر، معناتها كل عام نعمل حاجه جديده، دونك عام اللي جايه ان شاء الله. كيفاش تحضر توا؟ انا سي ان بو اون كور، دونك ما نجمش نحكي عليها توا، مي جي دي زيدي بشويه بشويه، قاعده ناخذ في ان بو دو ركول ان سو مومون، خاطر نعرف عام هذايا خدمت برشا برشا، جي تروفي ان سبونسور، خرجت زوز كليبات والالبوم خرج، و جي جوي بلان دي كونسير بارتو دون لو موند، دون بولون، بارسلون، هذه اللي باش نحكيو عليه في بولونيا اللي ما عندكش في ثلاثة جماعات هذوما. أول ما حكيت معاك أنت قلت لك المفروض تكون انفيتي عندي ثلاثة جماعات، قلت لي نعيمة مش لبولونيا ولا تير وما عرفتش شنو نقعد توا نجيك. إي حاسيلو دونك عام عملت برشا برشا حاجات يا أخي، قلت أوكي لا خليني نعمل شهر ولا شهر ونص نتاع أن بو دو ركول. باهي بالنسبة ليك أنت توا؟ شنو؟ باهي بالنسبة ليك أنت تعمل ركول؟ اكسلون، خاطر حسيت روحي خدمت برشا برشا برشا، دونك توا لازمني ناخذ شويه وقت نخمم به ياسمين بور 2018 و 2019 انت شنو تحب تعمل؟ شنو اللي تحس اليونيفير شنو الناقصه في الموسيقى اون سمومون في العالم ولا في تونس؟ دونك نعمل في برشا ريشيرش كيما قلت لك، قد نعمل في لي تكنيك انديان بور شانجي ان بو، خاطر ما نحبش نقعد ديما في الفرد في الفرد نيفو كي نتاع العزف نتاعي نتاع موزيكتي، ديما نحب نقدم اوتون كو بيرسون اي اوتون كو ميوزيسيان. انا ريتك تعزف لكن من بعد ريتك في حفله زاده اخرى تقريبا تغى عليك الغناء هكا في لاغورا، كان حفل تقريبا غنيت فيه اكثر من اللي عزفت فيه. اي سا سي ان اوتر بروجي، وكانك انت بروجي اخر حبيت زاده تقول راه انا نغني ما نعزفش بركه. ذيك هي هذا باش يتكمل فيه؟ اي ان شاء الله ان شاء الله تو نسجلوا انا وعمر الوائر مون بيانيست، دونك اللي كان معاك يرافقك في الحفله. فوالا سي سي سيتي سون ايدي، خاطر هو عطي صحه، هو ديما معايا في البروجي نتاعي، دونك هو قال ياسمين عندي بروجي نحبك معايا، دونك سي تري انتيريسون، معناتها اول مره باش نولي انا مش سايد مان، مي مش انا كي كونترول تو، خاطر انا مستانسه نقول انت اعمل حك وعزف حك حك، دونك عجبتني الحاجه بور pour changer les idées باش نقدم شويه في الشان، خاطر نحب الشان برشا برشا، ومعناتها انا معروفه بالعزف يا اخي، قلت خليني نعمل حاجه اخرى ويشوفوا ياسمين عزيز دون نوتر ستيل. بي خلينا نشوفوا اليوم ياسمين عزيز في ستيل اخر في كواليس، حبك تعزف وتغني لنا حاجه من اللي انت تحب عليه. اوكي تري بيان يلا. Swipe the board clean with the receipts crumpled in a pocket, black and green. Wear vintage shoes with a new iris. The lights burn brighter, the lights burn brighter like neon, like neon. Balloons, balloons, the lights burn brighter. Like neon balloons, like neon balloons, balloons, the lights burn brighter, like neon, like neon balloons.
ميرسي ميرسي عايشة. ياسمين اليوم قديش وليت متحملة مسؤولية زوز بروجيت اللي انت تثبت نفسك كفنانة وكعازفة؟ لانه انت تقريبا نجحت في العزف بيان سور، خاطر بديت بكري بكري برشا كيما قلت لي انت اول مره اللي عملنا انترفيو جو باوز فما اكثر من 10 سنين ولا 12 سنه ولا حاجه فوالا دونك بديت بكري دونك سا في با تري لونتون اللي نغني قدام العباد هذايا حاجه جديده ميم توا العباد يقولوا اه تعرف تغني مي سي تري ناتوريل خاطر مش كيف كيف معناتها واحد وقت اللي عنده صوت اللي ني افيك انت تعرفت اكثر بالكمانجا وبالبروجيت نتاع الكمانجا اليوم تحب تثبت اني هو منهم اكثر تحب تكون فنانه تغني والا تحب بروجيتك هما اللي يوصلوا والله تعرف شنو في الدنيا ما تعرفش سي تري بيزار فم الغنيات اللي خرجتهم قلت سيغمون هذا باش يعمل باز باش يحبوها العباد وجمله جمله وفما حاجات قلت هكاك ما مشاوش ما مشاوش وفما حاجات اخرين اللي عملتهم قلت هكاك والناس عجبهم برشا برشا يحبوها الغنيات هذوما دونك ولا في الدنيا هذايا ما تعرفش الجمهور متقلب سامحني الجمهور يتقلب اي بيان سور ووليت زاده عندي اودينس اخر فهمت وقت اللي كنت صغيره كنت عندي اودينس ان بوبليك ايتي ان بو بلوز اجي ان بو بلوز دي كونيسور وتوا قاعد نشوف تو بالعكس عندي مازال عندي العباد هذوما وعندي بلان دي جون برشا معناتها 12 ans 13 ans 14 ans الصغار اللي ديما يقولوا لي ولوغ بارون زاد يقولوا لي ياسمين شو انفلونسي ما في ولا مون فيس بالكش لانه الشكل نتاعك والمضمون نتاع حفله نتاعك تتحرك تلبس تماكيج تعمل برشا حاجات باهين اللي احنا تعودنا مثلا بالموسيقى الكلاسيكيه عازف عادي كلاسيك انت كل حفله وكل مره تخرج لنا بلوك جديد بشكل اخر للحفله نتاعك انا جو تروف كو سي سا ارتيست راه كان ما جيتش انا ارتيست نمشي عاونك هنا في انك توصل قبل غيرك ولا كان جيت انا نعمل في كاريوكي ولا في باغ ولا حاجه اي سي سي تري نورمال معناتها عاونك هذا باش في ساعه توصل ليماج هذيا اسمعني داتخ ارتيست جو تروف انا نحس روحي مازلت ما وليتش التوب نتاع ارتيست انا مازلت هكا في الوسط ميم با فهمت انا جو تروف il faut toujours faire beaucoup de innovation déjà et deuxièmement ديما تعمل شو تخلي الناس كل ديما انتريسي مش كيما واحد يخدم معناتها ان جيج كل يوم في فرد بلاصه ناس يحب يمشيو ويسمعوا فرد غنيات مشاو الباغ باش يسمع الغنيه هذيك اللي يعرف هذيك يغنيها بلاك دي بلاك دي و جو ريسبكت سي جون لا ما انا ما نحسش روحي كونفورتابل انا ديما نحب حاجات جدد ديما نحب نخرج من الاوردينير وهذيك عليه صورت زوز كليبات اللي في العاده نحن نعرفوا الفنانين اللي يصوروا كليبات اما العازفين جديده لحكي علاش لا دونك باش تواصل في تصوير الكليبات باش تكمل تواصل في تصوير الكليبات شنو تواصل يعني باش تقعد تصور كليبات اخرين ان شاء الله تو نصور انا كيما قلت لك قاعده نستنى في البروجي جديد والفكره باهيه خاطر قاعده نستنى في الكلمه عرفت وقت يخرج كلمه حلوه في مخك تقول نحب نعمل ان البوم سور سا سور سو مولا فهمت دونك مازلت نستنى فيها ووقت اللي جيني تو نعمل حاجه بلك دي بلك دي خاطر زايده باش نعمل برشا كليبات اللي هكاك خير نستنى نعمل حاجه باهيه مليح واحنا باش نستناو معاك ما نحبوا نسمعوا شويه اوكي افيك بليزير Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. No, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby. Don't you cry. One of these mornings, you're gonna get tired of singing. You'll spread your wings and take a bow. But till that morning that you get tired of singing. So hush, little baby, don't you cry. برافو باش نسمعوها بالكمانجا لانه فما ناس تحب تسمعها بالصوت فما ناس بالكمانجا
قد ما صغيره. قد ما صغيره يكفي. انه سمعنا شويه بصوتك ياسمين. نعم. عديد الجمعيات اللي قدمت لهم حفلات واللي مشيت معاهم في بروجيات نتاعهم، وكان عندك زيد عمل تطوعي كبير برشا في الجمعيات هذوما، اذا الى جانب جمعيتك انت الخاصه بك اللي تشرف عليها. قداش مهم بالنسبه للفنان انه يكون زيد متواجد الى جانب انه يكون موجود في الساحه الفنيه التونسيه بالغنايات، انه زيد في الحاجات الاجتماعيه يكون موجود. عندي اسوسياسيون نتاعي اسمها ياسمين عزيز انيمال ريسكيو، نعاونوا في لي زانيمو ان تونيزي، اون ستيريليز لي فاكسيناسيون، اون تروف دي فامي بور او، اما في تونس ولا برا، خاطر فما برشا الكليب في تونس لي التوانسه اي معناتها يقولوا لي ما نحب كانيش ولا نحب تشيواوا ولا حاجه، يا اخي قاعدين نرقوا في حل واحد اخرى باش نعاونوهم، فهمت؟ دونك اون في لي دو. اي صعيبه برشا خاطر مازال فما برشا عباد ما فهموهاش شنو الكونسيبت ولا ما يحبهمش للكليب اون جينيرال. انا مانيش قاعده نقول ايا الناس الكل هز الكليب الكل نتاع الشارع وحطهم في فرشك، فهمت؟ كيما احنا قاعده نقول جوست الفو اتر ان بو بلوس سونسيبل، معناتها كان تشوف كلب باش يموت بشهر عطيه شويه من شويه حم ولا شويه سلامي ولا شويه من ماكلتك اي حاجه، المهم اي حاجه، فهمت؟ سي جوست ان بوتي un petit truc peut aider énormément. Voilà, brabi, abath taswira l'association PAT ou l'animaux sans toi ou l'ila ahna Yasmine Aziz Animal Rescue, on a une page Facebook ou quelque chose. Juste fais un petit geste, ça peut aider énormément. Ou ana dima kham hakika waqt li ta'mal haja bahia haja bahia bach yjik lik enti zed, fahamt? Donc avec le concept nta'i ou zed nhab nqoul a part mon association pour les animaux. انا نعاون في برشا بوكو دي زوتر اسوسياسيون اوسي pour aider les malades عزف dans des prisons pour les orphelins. On a créé une source de ouf في عين دراهم برشا حاجات خدمت مع روتاري لاينز كلوب حاسيل الدنيا الكل. دونك اللي يقول شبيك ليه بالكليب ولا القطات برك اللي راينا زاد نعمل في حاجات انسانيه، نعمل في اخرين برشا حاجات اخرين جوست الفازة اللي احنا عندنا دي اسوسياسيون في تونس اللي يعاونوا للمعاقين لي اورفولا لي افوغل وكل شيء، مي ما عندناش برشا دي اسوسياسيون بور لي زانيمو. دونك هذيك علاش انت فكرت في انه تكون موجوده، لانه الكل فوالا خاطر ان غران فيد معناتها فما بلاصه فارغه برشا. دونك خلي واحد، علاش واحد ما ينجمش يعمل الاثنين؟ علاش واحد لازمو يعمل اما هذا ولا هذا؟ انا نعمل في كل شيء. ما شاء الله عليك تعمل في كل شيء وفقه فيهم الكل، لانه زاد الفنان بالنهايه هو انسان ينجم يهتم بالحيوان ويهتم زاد بالانسان، وهي قاعده تقدم في عديد الحفلات للناس اللي محتاجين. كل مره تكلمها جمعيه الا وتكون حاضره وعمرها ما خذيت حتى مليم من الجمعيات هذوما، لانها تحب انه فعل الخير يوصل للناس الكل. شكرا لك ياسمين، اتمنى لك نجاح وتوفيق. وين ماشيه بعد لندن؟ انا نورمالمون عندي حاجه في باريس دون كلكو موا، نو دون كلكو سيمين. اسمعني تعرف شنو هي، باش نرجع لك ونحكي لك على كل شيء قبل ما نمشي ونعمل اي حاجه. صاي خديت رونديفو معايا. شكرا ليك ياسمين. قبل ما نمشي ونشوفوا زيد عازف تونسي اسمه وليد السوسي اللي عنده عديد الاعمال باش يحكي لنا عليها، باش نودعكم ولكن بالموسيقى مع ياسمين، باش تخرجنا بالفيتير هذايا بالموسيقى. نسمعوا شويه. اوكي. بحتو نعزف حاجة تونسية طبعا. برافو، شكرا ليك ياسمين. عايشة.
مرحبا. عايشك، ميرسي نعيمة على الاستضافة. يعيشك. وليد اليوم ولا عنا آلات موسيقية ونجوم على الآلات هذوما؟ هي فما نجوم معناتها منذ القدم معناتها في الموسيقى التونسية. لكن غابوا. ما غابوش وما حاضرين وحاضرين حتى في الذاكرة الشعبية عند العباد معناتها لما نقول معناتها بالقاسم عمار ولا رضا القلعي ولا مصاري العيد ولا عم نصر زغندة بشير السالمي عبد المجيد كسكاس هذوما على آلة كمانجا. وعلى آلات أخرى كيقول أحمد القلعي يقول علي ستريتي في القانون عم حسن الغربي عم شد لي فزوعة معناتها فما عازفين هذوما رحلوا علينا معناتها فيهم برشا من رحل وربي يفضل اللي مازال. وديما فما نجوم معناتها في كل وقت فما عازفين ممتازين وعازفين معروفين ويظهروا معناتها ويكونوا ناشطين برشا في الساحة الموسيقية. أسماء اللي بدأت تبرز بالكدا في الساحة الفنية التونسية. والله وكأنه وليد اليوم عنده صفة نجم على آلة الكمانجة. تؤمن اليوم بالنجومية على الآلات؟ فما عازفين نجوم معناتها من جيلي أنا وأكبر مني شوية معناتها فما وقت نقولوا أنيس القليبي نقولوا محمد غربي نقولوا محمد الأسود معناتها فما عازفين اللي فريمون معناتها يسموا نجوم وعملوا وظهروا على ظهروا معناتها في الركح ووروا ما عندهم معناتها وروا قدراتهم. وانا اذا كان مش تصنفني معناتها من بين العازفين هذوما ولا من بين العازفين المعروفين من النوعيه هذيا حاجه شرفني معناتها ما تنجمش تكون كان شرفني كهو. وليد تخمم باش يكون عندك عرض متكامل في رؤيه موسيقيه وقراءه؟ انا في صدد التحضير معناتها في عرض من عرض تكون معناتها اللهجه التونسيه وال بيكون معناتها كله تونسي 100% معناتها انا من المغرومين بالموسيقى التونسيه واللهجه التونسيه بالاساس معناتها خاطر انا في تصوري كون الفنان والا العازف ولا الموسيقي معناتها التونسي لازم يظهر بحاجته هو معناتها ما نجمش يضرب حاجه هو نجم يضرب معناتها بحاجه غربيه ولا حاجه شرقيه ولا مشرقيه لكن هو من الاحسن يتميز بال بموسيقته هو ولا بروحه هو اللي في كيانه اللي عاش بها فهمتني معناه نفهموا اللي العرض باش يكون الكل قراءه وكتابه موسيقيه ليك انت اللي انا بقدره الله قدره الله باش يكون تونسي 100% فيه كاين الالات الموسيقيه ولا باش يكون فيه نوع من المرافقه الغنائيه معناها فما شكون باش يغني شويه هي اذا كان مش تكون موسيقى آلاتية ولا موسيقى آلية ينجم يكون معناتها الموسيقي 100% لكن ماذا بيا تكون فما معناتها مراوحه ما بين الغناء والموسيقى معناتها نتصور لازم فما شكون يشاركني معناتها نختاروا صوت باهي اللي ينجم ياثث معايا العرض هذايا معناتها. Thank you.
هز الدنيا هز العالم ما تتهزش شعرفيها انت غالب انت ظالم انت فاني ماكشي ليا هز الدنيا هز العالم ما تتهزش شعرفيها انت غالب انت ظالم انت فاني ماكشي ليا هز الدنيا هز الدنيا انا وانت حكايه وفات انسى حتى الذكريات انا وانت حكايه وفات انسى حتى ذكريات احسبني صحابه تعدات احسبني صحابه تعدات صحابه في عز الصيفيه هز الدنيا هز الدنيا سعاد الرباعي اهلا وسهلا ومرحبا بيك شرفتنا اليوم بحضورك مرحبا عندك مده غايبه من مهرجان المدينه من العرض الكبير اللي قدمته في مهرجان المدينه فاش قاعده تعمل وينك شنو احوالك عايشك الحمد لله ونشكرك على الاستضافه الحلوه يعيشك نحضر في حاجات ان شاء الله انكور ربي ان شاء الله يسهل وكما الناس الكل معناتها نغيب ونرجع ونغيب ونرجع انت مفروض انه العرض هذاك اللي عملته في مهرجان المدينه وخذي صدى كبير برشا اللي هو نساء الرشيديه اللي كرمت فيه تقريبا الاصوات الرشيديه الكل علاش مثلا ما دارش المهرجانات انا كنت متاكده قلت تقريبا باش نشوف في برشا مهرجانات هل كان هذا عن قصد منك حضرت لمهرجان المدينه فقط ومن بعد قلت لا نعاود حاجه جديده والا هو ما كانش ينجم يتسوق في المهرجانات لا ما يتسوقش بالكدا على خاطر هو عرض نخبوي نجم تقول خاطر يحمتها حكايه تراديسيونيل برشا كلاسيك تعرف اللي في رمضان ثم جمهور معين يجي للمهرجان المدينه وانا وقتها خدمت عليهم هما هذوك العباد هذوكم انا اللي فرحني كونه كان عرض ناجح برغم نهارتها ثم برشا مطر لو 5 جوان العباد الكل نصورهم يتذكروه عرض ناجح حلو متميز كرمت فيه نساء الرشيديه اللي خدموا كما الفنانه المرحومه عليا علاش نساء بركه فماش رجال في العرض هكاك انا حبيت نساء انا مراه عليك راه وزيد فما فنانين كبار على الطاوله الرشيديه ان شاء الله علاش لا غنيت لهم هذوكم علاش غنيت لهم في عروض سابقه لكن هذاك حبيت فيه نساء الرشيديه ونساء تونس ككل معناتها الفنانات اللي في تونس ما يدورش مهرجانات الصيفيه لانه هني قلت لك معناتها عرض نخبوي عرض نخبوي اللي عملته العرض الاخر اللي هو هبل على الطاير العكس فهمتني هبل على الطاير فيها مزود وفيها رقص شعبي وفيه اغاني معناتها رقص اللي هو جديد عليك انت بتغنيش المزود اما في عرض عملت مزود عملت المزود مش نويه في العاده احنا تربي وخليجي في العرض تفاجئنا بالمزود يزم نبدل شويه يزم ندخل شويه للقلوب الناس اللي يحبوا الجو الصيف نتاع جو الصيف نتاع سهريه ونتاع شطحه وتفرهيده وكهو تفرهيده على الطاير تفرهيده اعطينا حاجه من المزود اللي غنيته من المزود اللي غنيته بلاش حتى شيء توا حاجه من اللي غنيته به في العرض تاع هبله نتاع هبله ما يلزم هذا معايا تو انت وحشتنا عطينا نحن هوني في ليميسيون نتاعنا ديما نعملوا على الاصوات الحلوه لانه قلنا عندنا برشا اصوات حلوه علاش نعملوا في فرقه بالحق يلزمنا نسمعوا شويه اكابيلا هكا مرتاحين والله شنو مثلا غنيت اغاني مش نتاعي بيان سور ما عنديش انا احنا نتاعك ولا مش نتاعك المهم نسمعوا اغنيه باهيه وصوت حلو رحلتني لا لاباس ارضوني زوز سبايا واحدة في نار والأخرى شمعة ضوايا هاك النهار وأنا داخل للزنقة غني شوية معايا هاك النهار وحطيت ايدي على الحلقة هاك النهار نلقاهم يحكيوا بالدرقة
نصبين الحصار ثم بيعي وشرايا هاك النهار. ثم شو تقطيع التريش عرفتها؟ مثال نصبين الحصار ديما نصبين الحصار. هو من قديم الزمان كانوا يغنيوا عليه توا باش نجيو اليوم نقولوا عنها تقطيع من اول الدنيا. ربي معه ربي معه. من العروض المهمه اللي ديما تحافظ عليها والحاجات المهمه في العروض نتاعك اللون الترابي، كانوا ارتبط بيك سعاد وربتك زاده ما خليش جمهورك يتوسع ويكبر. اي خاطر عجبتني. اي باسف خاطر هو علاش باسف؟ لانه الطرب مطلوب اليوم زاده، مطلوب ما ماهوش قاعد يمشي، معناتها احنا ما نشوفوش تشجيع للاغنيه هذيا فهمتني، ولات الاغاني هذوما الخفيفه الكوميرسيال كما نقولوا احنا باش تدخل قلوب العباد وتدخل ديار العباد وكا هو معناتها. اما هذاك ان بلوس ليا انا بما اني نقد الانماط الكل بيان سور، معناتها مش تلقى كل يوم صوت معناتها يؤدي الطربي، مش ساهل. كيفاش تختار الاغاني الترابيه؟ لانه ديما يقول لك والله ما لقيناش شكون يكتب لنا كيما الاغاني القدم واغاني ترابيه، ديما فما رفض. ليلي هذاك هو الموجود، كتبوا لنا كان في الشكل وفي النوع هذي الخفيف الجديد الريتمي الحاجه النوع هذيك. لا فما اللي يكتبوا لي لحنوا ترابي. توا انا الاغنيه الاولانيه اللي بديت بها اللي هي اغنيتك اللي هي اغنيتي هز الدنيا، اغنيه كلاسيكيه معناتها تتصنف زاد في الاغاني الترابيه، احلوها هيك التونسيه معناتها ماهيش اما الاغاني الشرقيه هذوكم مايل مني انا، معناتها روحي تحط على الاغنيه هذيك نغنيها اللي حبيتها حسيتها. سمعنا الشرقي. وصلنا للجو اللي انت تحب. سمعنا الشرقي. اليوم عملت فيا. كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، صحوا نار الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوني الماضي بنعيم وحلاوته وبعذابه وبقساوته، رجعوني الماضي بنعيم وحلاوته وبعذابه وبقساوته، وافتكرت فرحت وياك قد ايه، افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه، بعدنا ليه بعدنا ليه، بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، جم في همسه وحيروني كانوا ليه 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 ليه، بيفكروني بيفكروني. برافو برافو سعاد، يعطيك الصحة. فما غلطة صغيرة ما ميساج خاطر بلاش إلا. صحيح. سعاد من الفنانات التونسيات القلائل اللي عندها تجربة خليجية كبيرة برشا، تعاملت مع الأغاني الخليجية وكأنك خليجية، حتى الأغنية نتاعك تسوقوا خارج حدود الوطن. أي. هل أنو التجربة هذه باش تستمر وإلا لا؟ وعلاش سعاد في تونس ما تغنيهمش الأغاني الخليجية؟ وكأنه هكا لا أنا تونسية في تونس بالحق نغني كي التونسي، الخليجي هاكا عطيتهم أغانيهم يوزعوهم على رواحهم. ما هو السوق تحكم كما قلت لك والأذواق تحكم، هما أغاني ترابية ومزيانين. علاش السوق التونسي يسمع الخليجي ويحب وراه؟ أي نغني فيهم نغني فيهم، أنا مثلا معاك عديتهم وأنت معناتها كفنانة من داخل عجبوك قلت لي ما أحلاهم.
اي وشديت فيها مسحيح باش يتعدي لانه مهم زاد الفنان التونسي ديما نقولوا اللي جينا من برا جبنا غنيت بالعكس احنا زاد نسوقوا في الاصوات التونسيه للخليج. اي الحقيقه هما تبنوني والحمد لله معناتها عندي معاهم خدمه ولاباس في تونس تنجم تضرب الغنايه كما تنجم ما تضربش وكما حكيت لك الاستمراريه هي الكل انا ما عديتهمش برشا مرات. بخل زاد منك؟ ما تنجم تقول ما وخوف خوف مش بخل. هل انه اليوم الفنان مطالب بانه جاذف والا بانه زاد يقعد خايف انه كل نمط موسيقي انت اقتنعت وغنيتها؟ حسيتهم واقتنعت بهم وغنيتهم يلزمني ناخذ الريسك. علاش لا؟ وخذيت بهم الريسك والله هما مش خاطر انا متاعي هما حلوين معناتها يتسمعوا على الاخر على الاخر موجودين على اليوتيوب موجودين لا تخفي اهاتك يا راحلين خلينا نسمعوا لا تخفي اهاتك لان اغنيه حلوه برشا ما فيها كلام ياسر حلو زاده وايقاع. لا تخفي اهاتك ما هي بعاداتك وش فيك طمني اهاتي اهاتك لا تخفي اهاتك ما هي بعاداتك وش فيك طمني اهاتي اهاتك. هذه اغنيتك الخليجيه ان شاء الله بعد شويه باش نرجع نحكي مع بعضنا باكثر تفاصيل عن تجربتك الخليجيه هل انا باش تتواصل ولا لا وعلى كليبك جيت انا باش نمشي ونرجع من جديد الى اجواءنا السينمائيه باش نرجع للجزء الثاني من حواراتنا وكواليسنا في الجي سي سي. والله بالنسبة توا نحن مازلنا في الخطوات الأولى قال الراجل توا بالنسبة لسهرة الافتتاح نجم نقول ناجحة بالحق على مستوى التنظيم الحمد لله يا ربي كانت سبيسيال أوريجينال الستار الأحمر ولا كيفاش نقولوا تابي شناهي هي تابي روج ريد كاربت من الأوتيل حتى لقاعة العرض حلوة برشا على مستوى الإقبال والحضور نتاع المهنيين تبارك الله زاد برشا وجوه تونسية عربية إفريقية وهذه ميزة من ميزات أيام قرطاج السينمائية هالتلاقح هذا بين المجتمعات وبين المدارس السينمائية العربية الإفريقية والعالمية. بالنسبة للأفلام بالطبيعة تقعد ديما أهم حاجة هي الأفلام يذول لي الدورة هذه باش تتميز زادة كذلك بقيمة الأفلام اللي باش تشارك في المسابقة أو خارج المسابقة وتبارك الله احنا توا في السنوات الأخيرة هذه ولات عندنا أفلام قيمة قاعدة تشارك وتزاحم في أكبر المهرجانات في العالم عن أفلام مشاركة في كان على أفلام شاركت في فينيز عن أفلام شاركت في برلين وتحصلت على جوائز. بعد المشروع وينك؟ هو مش المشروع بركه هو كان فما المشروع كان فما زاد حدث هذا الفجر مالوريزمون او اوريزمون جوستمون مالوريزمون ولا اوريزمون المسرح خذاني لاني بعد الفيلم تاعي الثاني عملت مسرحيه اخراج مسرحيه ليلى على دليله ومسرحيه الزمجري دونك فما 5 سنوات مشاو في المسرح فما عوده انا بديت في الشريط الطويل تاعي التصوير قصيت لانه الفلوس وفاو معناها بالبساطه هذيا وعملت لفته طلب دعم لاكمال الفيلم هذا من لوزاره الثقافه ان شاء الله تلبي الطلب هذايا خلينا نقدم زادانا شريطي الطويل الاول اللي ان شاء الله ينال اعجاب الناس بالطبيعه كيما شريط الاول الشريط الثاني. هي اهم شيء في ايام كرتاج السينمائيه اللقاءات هذه بين الممثلين بين بعض الفنانين سواء مخرجين او تقنيين ولا صحفيين زاد اللي نتلاقاو معاهم وكل شيء هو عاد شيء لي رونكونتر اللقاءات هذه ومن بعدها بيان سور السينما هي اللي تجمعنا وكل شيء فبالتالي بون فرصه في العام هذاك هو ما نجموش يعملوا هو كان كل عامين اوغوزمون ولا كل عام
فبون وفما مهرجانات اخرى نتاع السينما ماهيش كيما جي سي سي منها في نفس القيمة. في نفس القيمه دونك باهيه لقاءات باهيه المهم المهم تكون لقاءات مثمره معناها تجيب لنا سينما حلوه هذا اهم شيء. غياب النجوم فيها فما النجوم توانسه وعندنا تونس ما تصنعش النجوم ما مثالش حتى النجوم اللي عندنا لبرا هم يجيو ينورونا هند صبري دورا زروق ثريال دونك بون يحبوا النجوم شنو معناها هي فكره باهيه راهو طاو جديا معناها انه كي يجيبوا نجم كبير مش حتى عربي وعلاش ما يجيبوش حتى نجم من هوليود مثلا يعطي معناها يولي يعطي فيزيبيليتي للمهرجان مراكش عامله في المغرب يجيبوا لك نجوم معناها يجيبوا لك نجوم عالميه نتاع هوليود وكل شيء ويعملوا فيزيبيليتي للمهرجان ويعملوا دعايه للبلاد وللسياحه وكل شيء دونك اذا كان نجيبوا نجم ولا نجوم ونستثمرهم في حاجه كما هكا باهي للمهرجان وباهي لتونس وللسياحه وكل شيء دونك ما نعرفش كل شيء مربوطه الحكايه بميزانيه الله اعلم. شنو برمج باش تشوف وشنو حابب تشوف؟ والله حابب نشوف الافلام التوانسه اللي في المسابقه واللي خارج المسابقه وافلام اخرى زاده اللي ما عندناش فرصه باش نشوفوها الا في الايام هذه الافلام العربيه وافريقيه بالاساس. فنيا عندي مسرحيه مع صديقنا الفنان جعفر القاسمي ان شاء الله الايام كرتاج المسرحيه اللي هي معناها قريبا وعندي مشارك في الدورة هذه في فيلم الجايدة متاع سلمى بكار كممثل. كانت هذه أجواء أيام قرطاج السينمائية. مواصلين معكم مشوار برنامج الكواليس مع الفنانة التونسية سعاد الرباعي. أهلا وسهلا بك سعاد. أهلا وسهلا بك سلام المشاهدين. سعاد كانت لك تجربة مع الأغاني الخليجية، هل أنت ناوية تواصل معهم الأغاني الخليجية ولا فقط كانت تجربة كهوفات؟ ما حد شيء ما يوفى، كل شيء موجود ما نعرفش. ما زال فما ما نعرفش اللي باش يجي باهي أنا معاه. كيف كيف؟ كانت لك عديد المشاريع الفنية، اليوم قاعدة تحضر في مشروع فني جديد وإلا لا؟ باش تقعد تشوف الساحة الفنية التونسية شنو متطلباتها في المرحلة القادمة؟ لأنه يعني كل عام يطلبوا منكم حاجات أو أنتم تحاولوا أنكم تلقاو زادة أفكار جديدة للأعمال نتاعكم الموسيقية. أي يلزم تلقى أفكار جديدة للأعمال. هاني أونكور ثم حاجة ما زلت ما نجمش نعلن عليها. حتى تطيب. علي سألتك. حتى تطيب. تطيب على هدية. بنينة ولا هكيكة؟ الله أعلم، إن شاء الله بنينة. إن شاء الله بنينة. إن شاء الله بنينة. سعاد كان عندك فيديو كليب وحيد اللي هو جيتانا. جيتانا اي اغنيه. علاش ما شفناهش برشا وعلاش كليب واحد؟ معناه قداش من اغنيه عندك ومن بعد فيديو كليب وحيد؟ شكون باش يصرف عليا؟ الله اعلم. كهو معناتها هذاك الفنان التونسي يصرف على روحه. يعني انا كي خرجت بكليب هكا تعبت به، اما ما وصلتوش بالكدا هذاك غلطه مني انا وكهو. ما خدمتش عليه. اي تو ان شاء الله تو نخدم عليه ما يسالش. هو راهو شو ديما الحاجة الباهية يحب لها شوية وقت، معناتها الرزانة باهية. خرجته وخدمته كل شيء ونتصور مازال معناتها باش يلقى حظه، خاطر ما تخدمش الحقيقة ما تخدمش، أما كتجربة أنا فرحانة بها وباهية. سعاد كنت سعيدة جدا بأن التقيتك اليوم في برنامج الكواليس، إن شاء الله نشوفوك من حسن إلى أحسن وإن شاء الله نشوفوك في قادم الأيام في مشاريعك الفنية وتجي تحكي لنا عليها، مش كيما اليوم تقول لنا حاجة بنينة وتنقل لكم عليها. البنين توا تاكلوا أنت. إن شاء الله يا ربي. أما قبل ما نودعك شكرا لك على الحضور، باش نمشي ونشوفوا مع بعضنا كليب جيت أنا. شكرا لك سعاد. عايشك. Vamos a bailar mi amor, la rumba va a empezar. Vamos a gozar, vamos a gozar, va a empezar.
كانت هذه غناية جيتانا للفنانة التونسية سعاد الربيعي. تحياتي لكل الضيوف اللي كانوا موجودين معانا الليلة في برنامج الكواليس، مع أجمل وأحلى تحية كامل فريق برنامجنا. الجمعة الجاية إن شاء الله نتقابلوا مع ضيوف ومع آخر أخبارهم الفنية، إلى جانب عالم الموضة اللي نعرفوا عديد الفنانين والمصممين ليامات قاعدين يحضروا في أعمالهم الكبيرة برشا، ونعرفوا هذا حتشرفنا برشا لأنه الموضة زادة عندها مستقبل كبير في تونس. نشوفوا اليوم في الجي سي سي إلى جانب أنهم يحكيوا على الأفلام التونسية زادة يحكيوا على الملابس، وخذات حيز كبير اكيد باش نرجعوا نحكيوا على النجوم وعلى اختياراتهم كيفاش يختاروا المصممين باش يظهروا بملابسهم في التظاهرات الفنيه الكبيره اللي تتسلط عليها الاضواء، الى جانب الفنانين التونسيه. ونعرفوا عديد الممثلين قاعدين ليامات غاتين مع الافلام نتاعهم في الجي سي سي، ولكن من بعد ليامات الجايه ان شاء الله باش يكونوا الى جانبنا في برنامج كواليس، وباش يحكيوا لنا على ظروف تصوير الافلام نتاعهم والاهداف اللي شاركوا من اجلها، لانه كل مسلسل او كل فيلم اكيد انه الممثل واكيد انه المخرج يكون عنده هدف الى جانب انه يكون عنده تصوير يحب يسوقها والا فكره يحب يسوقها. مع اجمل واحلى تحيه كامل فريق برنامجنا. الجمعه الجايه تقابلوا على الوطنيه الثانيه في برنامج الكواليس. على خير والى اللقاء.